إشارة لسلسبيل، حرك الواثق، خلاص خلاص خط النهاية، وسلسبيل عبرت إلى نهاية هذه اللحظات، نهاية هذا المسار، نهاية هذه الانطلاقة، تعلن تواجدها على المقدمة، بينما لا تزال بالصوغان في المركز الثاني سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم مع عبد الله بن سالم المسافري. إذا الناموس الأول يذهب هنا ويسجل هنا باسم سلسبيل، هجن العاصفة تهانينا والناموس تهانينا لمالكها سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم. أيضا شكرا يا الواثق حمد بن راشد بن غدير، ما شاء الله سلسبيل التي تبدأ من خلال هذه اللحظة وتعبر مع خط النهاية لحظات الانطلاق. يا سلام المركز الثاني أيضا ما قصرت في الأداء والمناسبة بصوغان أيضا لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم المركز الثالث. يا سلام، نص كيلو نص كيلو وميزة خلاص تسجل هذه اللحظات، تميزتي يا ميزة، شكرا أيضا لهذه الإمبراطورية المتميزة التي تملك هذه النوعيات النادرة المميزة، تهانينا والناموس الهجن العاصفة، تهانينا لمالكة سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم، تهانينا لواثق المضمرين حمد بن راشد بن غدير، بالفعل ميزة وهي ميزة، اسم على مسمى، الناموس الثاني على التوالي في هذا المساء يذهب إلى هجن العاصفة وتحدياتها، بينما منصورة تقترب من المركز الثاني، تطالع أيضا المركز الثاني في لحظات وصولها وتليها في المركز الثالث، هيبة على المركز الثالث لهجن العاصفة مع حمد بن راشد بن غدير، وهنا على المركز الرابع انطلاقة من مسيكة. يبا يوعي عند خط النهاية، لكن الباز لا زال مسيطر والواعي غادم، المعركة شديدة، المعركة طاحنة على مقدمة هذا الشوط. يا سلام يا سلام الباز والواعي، اللحظات الأخيرة، اللحظات الحرجة، الباز والواعي، يا سلام يا سلام يا سلام على هذا الأداء، ووع الواعي في الأمتار الأخيرة وفي 200 متر الأخيرة يوعي ويصحصح وينتقل إلى المركز الأول مسجلا الهاتريك لهجن العاصفة في هذا المساء. تهانينا لمالك هجن العاصفة سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم على فوز الواعي بهذا المركز، المركز الثاني الباز لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم المركز. وعناده القوي وعناده الجميل، ها هو عنيد الهجن العاصفة لا زال يستثمر الجهد والوقت على المركز الأول بقيادة الواثق حمد بن راشد بن غدير إلى صدارة الشوط الأربعمية متر الأخيرة المستمرة والمثيرة، وشاهين يحاول، بشاش يحاول، اللحظات الأخيرة، اصمد يا عنيد، ولكن الله يا شاهين، الله يا شاهين، شاهين مشاهدينا الأعزاء يتسلل، شاهين يتسلل وعنيد لا زال في المركز الأول، لكن تسلل شاهيني، تسلل شاهيني، بشاش يحاول ولكن شاهين يتسلل إلى المركز الأول حيث قيادة الشوط لسمو الشيخ ماجد بن محمد بن راشد المكتوم. هذه لحظات النهاية، لحظات الوصول إلى خط النهاية، تهانينا والناموس لسمو الشيخ ماجد بن محمد بن راشد المكتوم بدون أوامر على الإطلاق، تهانينا مضمر محمد بن عبد الله بن حميدان المركز الثاني. هجن العاصفة تقدم عنيد ومحطم في ولون السماء، شعار النصر على مقدمة هذا الشوط، شعار براشد على ظهر خطر، ها هي خطر على مقدمة هذا الشوط، تنتزع المركز الأول بكل جدارة وبكل فوز وبكل افتخار. يا سلام يا سلام على هذا الأداء المتميز، يا سلام، ها هي ها هي ها هي خطر، ها هي خطر. أيضا نبارك لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم
بكاس الخليج العربي لكرة القدم. نادي النصر يفوز ب 2015 بهذا الكاس بهذا الشعار, شعار النصر. تهانينا أبو راشد حمدان بن راشد آل مكتوم المركز الثاني المرعوش لهجن الرياض. آه يا نجدة واصلة, نجدة واصلة, نجدة لسمو لهجن العاصفة تحت المركز الثاني. وكذلك من الجانب الآخر هناك في هذه اللحظات الشايبة لسمو الشيخ ماجد بن محمد بن راشد المكتوم وخطير الراقي في هذه اللحظات ياتي محمد بن عبد الله بن حميدان في عملية التضمير. ونجدة المسيطرة, نجدة المسيطرة انتزعت المركز الأول لهجن العاصفة. الشايبة تحاول لسمو الشيخ ماجد بن محمد بن راشد المكتوم مع الشعار الوصلاوي, ولكن البداية نجدة, نجدة مشاهدينا, ولكن الشايبة تتسلل, الشايبة تتسلل, نجدة تحاول اللحظات الأخيرة, نجدة الشايبة, الشايبة ونجدة لحظاتنا الأخيرة, نجدة مسيطرة, نجمة نجدة لأجل العاصفة نجمة هذا الشوط. تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار. المركز الثاني لأجل لسمو الشيخ ماجد بن محمد بن رايد المكتوم, شوق في المركز الثالث لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان. حمدان بن محمد بن راشد المكتوم مع سفير المضمرين سالم بن حمد بن هيان العامري اللي يقدم شاهين, اللي ياتي بشاهين في هذا الاندفاع والانطلاق الجميل. يا سلام يا سلام, هذا شاهين واداء الجميل تفوق في هذا الشوط, قدم الاداء الجميل والانطلاق الرائع. تهانينا مشاهدينا الاعزاء, تهانينا لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم, وتهانينا لسالم بن حمد بن هيان العامري على هذا الفوز المستحق الذي قدم شاهين, وهذا الانطلاق والانفراد الذي قدم شاهين لحظات وصوله الى خط النهايه والاعلان عن الفوز والناموس في هذه التحديات. تهانينا لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم, وتهانينا لسالم بن حمد بن هيان العامري من قاد شاهين في التضمير. المركز الثاني النصر قدم اداء جميل لسمو الشيخ زايد بن المر بن مكتوم المكتوم. والمركز الثالث اسمه الشيخ محمد بن المر بن مكتوم المكتوم. سعيد بن سالم الينيبي غير الى المقدمة, غير الذيب, غير الذيب, انطلق الذيب على المركز الاول, ولكن سلهود غادم وهنوك. ياكم الخطير, ياكم الخطير, والله انه خطير, خطير مع هذا الشعار, خطير في الامتار الاخيرة. يا سلام يا سلام, ما شاء الله ما شاء الله, الظاهر ان الخطير مجهز للموسم, عاد للموسم ومقدم الكثير والكثير. اشوف الانجازات وهناك شعار هدن الرياسة كذلك مع عجيب, مع عجيب, ولكن يا سلام يا سلام يا سلام, مسيطر اللي في المركز الأول اللي هو اللي هو مناسب 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 في المكان المناسب, هذا هو مناسب. تهانينا لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم, تهانينا للخطير أحمد بن سلطان بن رشيد المركز الثاني, عجيب من هجن الرياسة المركز. الصراع ثنائي على مقدمة هذا الشوط, وأرى المايدية قادمة بكل قوة بشعار سمو الشيخ زايد بالمر بالمكتوم المكتوم, وانطلاقة حمد بن علي العويسي, ولكن ملوح من تقود المجموعة. سرابة تحاول اللحظات الأخيرة, اللحظات الأخيرة, سروبة يا سلام بدأت تتسرب, بدأت تنطلق بناموس هذا الشوط. يا سلام, المايدية قادمة وملوح تحاول اللحظات الأخيرة, سرابة والله ملوح, ملوح وسرابة, ولكن المايدية, المايدية تنطلق أيضا, ولكن سرابة, سرابة. تهانينا, تهانينا لهجن العاصفة على فوز سرابة بالمركز الأول. المركز الثاني المايدية اسمه الشيخ زايد بالمر بالمكتوم المكتوم. المركز الثالث ملوح من شعار سمو الشيخ حمدان براد المكتوم. من الظبي
مع المركز الثاني بشعار سمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم وقيادة الخطير أحمد بن سلطان بن رشيد سيوف. تنطلق مع المركز الثالث لسمو الشيخ زايد بالمرب المكتوم المكتوم ومتابعة حمد بن علي العويس الكوكبة ثلاثية على مقدمة هذا الشوط بقيادة غناتي. ولكن أرى الضبي رفعت راية التهديد، ولكن غناتي بدون أي أوامر تذكر حتى هذه اللحظات. تهانينا لهجن العاصفة، ولكن أرى الضبي تحاول اللحظات الأخيرة. غناتي على الصدارة. تهانينا لهجن العاصفة والتهاني لحمد بن راشد بن غدير المركز الثاني الضبي لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم المركز الثاني.